السلام عليكم. مؤخرا دارك مود دار ضجة كبيرة، يوميا نسمع بشركة عالمية أضافت ميزة الوضع الليلي في أحد منتجاتها، لكن كاين بزاف ناس ما فهموش الفائدة من دارك مود. بعضهم يقول أن الغرض منه تجاري لا أكثر، وبعضهم يقول نحن نستخدم اللايت مود لسنوات. بالتأكيد هذا لا يهم، يقصدون أنه لا فائدة من الوضع الليلي. كيف يمكن لمزاير الوضع الليلي أن تساعد في الحفاظ على صحتك وعلى هاتفك؟ فاصل ونواصل. تتسابق أكبر الشركات لتوفير ميزة الوضع الليلي أو الدارك مود لمستخدميها احتراما لقوانين اليوزر اكسبيرينس. على سبيل المثال، دارك مود متوفر في الجيميل واليوتيوب والفيسبوك ماسنجر والعديد من التطبيقات المشهورة. حتى أنظمة التشغيل دخلوا في هذا الصراع، فور اكزامبل ويندوز 10، اندرويد باي وماك او اس موافي. من فوائد الدارك مود: الحفاظ على العين وعدم إجهادها، التقليل من الأرق واضطرابات النوم، حفظ عمر البطارية. الدارك مود هو بمثابة كنز بالنسبة للناس اللي تخدم بإيكرو أمولاد، باسكو لي بيكسل النوار في الإيكرو أمولاد يطفوا، يعني ما يشتغلوش، وهكذا يساهم الوضع الليلي في إنقاذ عمر البطارية بالنسبة للهواتف. لن يختلف اثنان على أن الدارك ثيم تضفي لمسة جمالية تليق بأي برمجية كيفما كان. لعل أول سبب سيجعلك تقتنع بالتوجه نحو الدارك مود هو لأنه يليق بالجميع. بعيدا عن التقنية، الأسود يليق بك هي رواية لأحلام صغني تحكي قصة فتاة اتخذت الأسود رداء لها حدادا على مقتل والدها، فسقط في حبها رجل خمسيني لجمال سوادها. في عالم البرمجة، الدارك مود ليس غريبا على المطورين. معظم محررات الأكواد توفر الوضع الليلي، خصوصا أن المبرمج يحتاج لأكبر قدر من التركيز والهدوء حتى يكتشف مكان البوينت فيرجيل للعينة. إيماجيني معي يا عزيزي المشاهد إيديو في دارك مود مع ألوان كود سورس الزاهي الذي تبث السكينة في القلب. مع العلم أنا من عشاق سيبريم تيك. I love it. في الختام، دارك مود ليست هو موقع يوفر قائمة لأبرز البرمجيات التي توفر ميزة الوضع الليلي. دوك نخلي لكم من الرابط تاعه في الديسكريبشن. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كنت من عشاق المحتوى التقني، اشترك في قناتي وفعل الجرس، هكا توصلك نوتيفيكاسيون كي ندير فيديو جديد. إذا أعجبك الفيديو خلي لايك وكومنت، سينو خلي ان لايك وفيدباك. حبة حبة ونطور المحتوى مع بعض.